تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظ الغربية مجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمقام على مساحة 11 فدا ويضم 611 وحدة صناعية متخصصة. كما تفقد الوزير عددا من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في الصناعات النسيجية والتي تصدر إنتاجها لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى. المجمع مقام على مساحة 11 فدانا ويضم 611 وحدة صناعية متخصصة. كما تفقد الوزير عددا من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في الصناعات النسيجية والتي تصدر إنتاجها لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.